أهلا بكم. حذر تقرير صادر عن البنك الدولي من أن احتياطات ليبيا النقدية مرشحة للنفاد في غضون 4 سنوات إذا استمرت مستويات الإنتاج وأسعار البترول على حالها، منبها إلى الكلفة الكبيرة التي ستدفعها البلاد في حال عدم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية. أهم ما جاء في تقرير البنك الدولي في هذا التقرير: كلفة عدم التوصل إلى اتفاق في ليبيا عالية جدا، وإذا استمر الوضع الحالي كما هو عليه لأربع سنوات أخرى لن تكون لليبيا احتياطات نقدية. هذا ما خلص إليه تقرير للبنك الدولي عن تداعيات انخفاض أسعار النفط. ويذكر التقرير بأن مستوى إنتاج النفط الليبي حاليا يناهز خمس الإنتاج قبل الأزمة، وهو موقف يفاقمه انخفاض أسعار النفط الذي أجبر الحكومة على السحب من الاحتياطي النقدي الكبير الذي تملكه البلاد. وحسب التقرير فإن الاحتياطات النقدية انخفضت ب20% لتصل في أغسطس الماضي إلى 100 مليار دولار، محذرا من نفاذها في غضون 4 سنوات إذا ما استمر الوضع الحالي. جانب آخر من المشهد لا يقل صعوبة، فقيمة الدينار الليبي تحت ضغط قوي مع انخفاض أسعار النفط وانخفاض الصادرات إلى حوالي 300,000 برميل في اليوم في ظل استمرار القتال في المنشآت النفطية. وهكذا فقد الدينار الليبي 20% من قيمته حتى الآن. ويقدر البنك أنه بسعر 65 دولارا للبرميل وبمستوى تصدير يبلغ 400,000 برميل لليوم، سيصل العجز في العام الجاري إلى 31% من الناتج المحلي الخام، أي بارتفاع يناهز 20% عن العام الماضي. وسيكون ردم هذه الفجوة صعبة لأن استعادة الإنتاج ليست متوقعة قريبا، حيث تمثل ميزانية الرواتب ودعم الطاقة عبئا كبيرا، ذلك أن ربع الليبيين يتقاضون رواتب من القطاع العام الذي تضخم ب250% بعد الثورة. نناقش هذا الخبر مشاهدينا وأبعاده مع ضيوفنا عبر الهاتف من طرابلس المتحدث باسم مصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المهندس ووزير التخطيط السابق عيسى التويجر، والمحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي. أبدأ معك سيد العكاري حتى نوضح الأمر للمشاهدين، ما معنى نفاد احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي؟ أولا بسم الله وتحية لكم ولمشاهدي قناة إحرار. المصرف المركزي لم يتفاجأ من تقرير البنك الدولي، لأن البنك المركزي منذ نهاية عام 2013 وهو يخرج في بيانات متكررة وتصريحات دائمة ويحذر من استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للدولة بالنقد الأجنبي، الأمر الذي اضطر معه البنك المركزي الآن ونتيجة انخفاض الهائل في سعر النفط لأكثر من 60% من القيمة الحقيقية، حيث نجد أن سعر النفط في نهاية 2014 كان في حدود أو في نهاية 2013 كان في حدود 110 دولار، والآن في حدود 49 دولار للبرميل. هذا يكون عبء كبير جدا على احتياطيات الدولة. أيضا الانخفاض الحاد في الإنتاج النفطي اليومي واللي وصل إلى 400,000 برميل لليوم، وأعتقد أن هذا الرقم قد يكون من ضمنه الاستخدام المحلي، فإن تجاهل الإيرادات النفطية المتوقعة لسنة 2015 لن تتجاوز في حالة من الأحوال 7,300,000,000، الأمر الذي يؤدي إلى أن البنك المركزي سيلجأ لتغطية هذا العجز من احتياطيات النقد الأجنبي، حيث نجد أن خلال ثلاث سنوات الماضية المصرف المركزي صرف 122 مليار دولار بواقع 40 مليار في السنة. فإذا استمرينا على هذا المنوال أعتقد أن الاحتياطيات البنك المركزي ستستنفذ في 3 سنوات وليس في 4 سنوات. لم نجد حل لهذه الأزمة. وصلت الفكرة سيد العكاري. المهندس يعني السيد وزير التخطيط السابق عيسى التويجر، كيف تعلق على هذا التحذير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولي مشاهديك الكرام. الحقيقة زي ما قال الأستاذ مصباح العكاري، النتائج هذه غير ماهيش مفاجأة بالنسبة لنا،
لأن هي المعلومات أصلا أخذت من مصرف ليبيا المركزي ومن وزارة المالية. يعني أنت لما واحد مثلا تعرف أنه عنده 1500 دينار وهو يصرف في 500 دينار في الشهر، حتقول له أنت حتفلس بعد 3 أشهر وما عندوش أي دخل تاني، فيقول لك كيف عرفت؟ عرفت أنا قسمت 1500 على 3 أشهر، يعني العملية بسيطة جدا. المشكلة في وتداعيات هذا الخبر هي أكثر من كونها إفلاس، أكثر من كونها نحن ما عندنا فلوس. يعني حتكون إذا استمرنا 4 سنوات على هذا المنوال حتكون لها تبعات كثيرة جدا 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 يعني. فنحن نأمل ألا نستمر على هذا المنوال، ولكن حقيقة الأمر هي أن مدخراتنا المالية اللي وصلت الآن إلى 100 مليار دولار في شكل سيولة، إذا كان ما فيش دخل للنفط فمعناها بنعوض منها الميزانية اللي بنصرفها. الميزانية اللي بنصرفها تصل حوالي 50 مليار دينار في السنة. إذا وفرنا 25 مليار من النفط معناها 25 مليار الأخرى لازم نوفرها من الاحتياطيات. نعم. وبالتالي نعم. الاحتياطيات ستنضب. نعم. وبالتالي الكلام هو يجب أن نركز على كيف نشرك الشعب في الوضع، وكيف نشركه في المسؤولية. طيب. وكيف نخطط لتفادي هذه التبعات. نعم. سنحاول التطرق إلى هذه النقطة سيد تويجر. دعني أذهب إلى السيد الغدامسي. سيد الغدامسي، كيف تقرأ تحذير البنك الدولي بخصوص إمكانية نفاد الاحتياط النقدي الليبي؟ السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم وضيوفك الكرام. أنا هدخل للتقرير من زاوية أخرى. مسألة التحذيرات وخلافة اعتقادي كنا نتفق عليها يعني في مجملها، ولكن كنت أتوقع أن التقرير الصادر عن البنك الدولي بحكم أنه جاء عريقة جدا في المعادلات الحسابية خصوصا في اقتصاديات الدول، أن يكون تحليلهم أو تنبؤاتهم أكثر دقة فيما يخص العوامل الحسابية اللي تدخل في عملية التنبؤات المستقبلية، وبقاء الحال على ما هو عليه كتفسير لمدة 3 أو 4 سنوات في معادلة حسابية اعتقادي في الاقتصاد الليبي بين العجز اللي مكون من إيرادات عامة ونفقات عامة، وكلا الطرفين في المعادلة لهم متغيرات كثيرة جدا، فاعتقادي أنه هو التقرير سطحي جدا. في مجملة نعم ليبيا مقبلة على مرحلة صعبة، ولكن كنت أتوقع أن تقرير البنك الدولي يكون أكثر دقة، فيه أكثر من تفصيل لأكثر من زاوية، لكن بالطريقة اللي مطروح فيها وبالأرقام اللي هي مدرجة اعتقادي أنه مبني على ما يسمى بالستاتس كو أو البقاء الحال كما هو عليه لمدة 3 أو 4 سنوات، بالتأكيد حتكون في متغيرات مهما كان. نعم. حتى ولو إذن سنأتي على ذلك أيضا سيد الغدامسي. سيد العكاري، يعني ما الأسباب التي أثرت على احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي؟ طبعا الأسباب واضحة وجلية. الاقتصاد الليبي هو اقتصاد ريعي بامتياز، يعتمد على مصدر وحيد للدخل بنسبة 96% من تأتيه من الإيرادات النفطية، واحنا الآن نشوف الإيرادات النفطية تعرضت لعدد المخاطر اللي هي مخاطر داخلية ومخاطر خارجية. مخاطر خارجية اللي تكمن في انخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية، والمخاطر الداخلية اللي هي مشكلة إغلاق الهلال النفطي وتحول هذا التعطل في الإنتاج إلى ما وصل عليه الحال الآن. للأسف الشديد الاقتصاد الليبي لا يتميز بمصادر متنوعة للدخل كما هو موجود في الدول الأخرى. الاعتماد الوحيد على النفط، وأيضا التردي الكبير جدا في استلام الإيرادات السيادية مثل الضرائب والجمارك ومبيعات النفط المحلي، كانت خلال 3 سنوات ما بعد التحرير كل سنة تسجل عجز عن السنة التي سبقتها. فلو نعطيكم بعض الأرقام، يعني عندما نتكلم على إيرادات جمركية خلال سنة 2014 لا تتعدى 59 مليون دينار ليبي، في حين أن حجم الاعتمادات التي فتحت خلال سنة 2014 تتعدى 20 مليار. فهناك أيضا سياسة الجباية الإيرادات السيادية في الدولة الليبية ضعيفة وضعيفة جدا، وهذا لن يتأتى إلا بأن تكون هناك ثقافة عامة تسود في المجتمع الليبي، وهي ثقافة بناء الوطن مسؤولية الجميع وليس مسؤولية جهاز تشريعي أو جهاز تنفيذي.
نعم، وصلت الفكرة سيد العكري. على ماذا اعتمد البنك المركزي سيد تويجر وخلص إلى أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي سينفد خلال 4 سنوات؟ العملية بسيطة جدا. هو البنك الدولي يقوم بزيارة سنوية، يتحدث مع مصرف ليبيا المركزي ومع وزارة المالية، ينظر إلى الأرصدة، وبالتالي يدير موازنة بسيطة على المدخرات. طبعا يجري بعض الفرضيات، مثلا في هذه الحالة في هذا التقرير يقول إذا بقيت الأمور على ما هي عليها الآن الأمور قد تسوء وقد تتحسن، ولكن كما ما أشار زميلي هو افترض أن الأمور إذا بقيت على ما هي عليه الآن ف خلال 4 سنوات هذه المدخرات اللي هي 100 مليار دولار ستنفذ. يعني عملية بسيطة، أي إنسان أي مواطن بسيط يقدر يحسبها، يعني ما هيش عجوبة يعني. وهذه المعلومة هو يأخذها من المصرف الليبي المركزي وليست معلومة من عنده هو. هو يأتي كل سنة يعد تقرير مثل هذا التقرير، يعمل فيه موازنة على السنة اللي فاتت، كم كان فيه عجز في إيرادات، كم فيها المصر النفقات، ويقارنها بكل بساطة يعني. نعم. طيب سيد الغدامسي، ورد في تقرير البنك الدولي أن الاحتياطات النقدية انخفضت ب20% لتصل إلى في أغسطس الماضي إلى 100 مليار دولار. برأيك هل لتراجع إنتاج النفط وتصديره علاقة بانخفاض الاحتياطات النقدية؟ طبيعي هناك علاقة مباشرة، إن لم تكن يعني علاقة أقل ما فيها رفع سقف الاحتياطي النقدي من خلال الفائض من الإيرادات النفطية اللي هي خارج عن الميزانية في الدولة، فتكون عبر سحب المخزون من الاحتياطي كما حصل مثلا الاستلاف اللي هو تقريبا طرأ خلال السنتين الماضيات. لكن حابب أنا بس نطرح الموضوع من زاوية أخرى، اللي هي أن إذا تكلمنا عن مسألة تغطية العجز من الإيرادات أو من الاحتياطي النقدي تبع مصر المركزي، واللي حاولت أني نفسره أو نبحث عن إجابة ليه من أكثر من زاوية، من أكثر من سؤال لناس متخصصين في المجال، واللي أتمنى أن السيد العكاري يحاول يعطي بعض الضوء عليه، اللي هو تغطية العجز في 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 الدولة يتأتى عبر قانون المصارف اللي هو يتكلم على سقف خمس الإيرادات المتوقعة أو خمس الميزانية أو الموازنة المتوقعة. وبالتالي اعتقاد أن هناك مسألة قانونية المصرف في حاجة إلى وجود حلول لها، وأتمنى أن يكون فيه نوع من التفسير لكلمة تقنين العجز، وكيف يمكن أن احنا نغطي العجز اللي هو يفوق الخمس اللي مذكور في القانون، واللي تقريبا عجز الموازنة تفاقم إلى 50 أو يمكن حتى يزيد إلى الأكثر من ذلك. طيب سيد العكاري، إذا ما استمعت إلى التساؤل سيد الغدامسي أترك لك المجال لتجيب عليه. طبعا الإجابة هي تكمن أن العجز الذي سجل في سنة 2014 واللي وصل إلى أكثر من 20 مليار دينار ليبي بناء على المادة رقم 11 من قانون مصارف، قانون رقم 1 سنة 2005 معدل بالقانون 46 لسنة 2012، واللي تجاوز فيه البنك المركزي هذه المادة نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. هذه المادة التي تشير إن للمصرف المركزي منح سلفة مؤقتة للحكومة على لا تتجاوز 5 الإيرادات المتوقعة وعلى أن تسدد في نفس الفترة المالية التي دفعت فيها، لكن للأسف الشديد وجد البنك المركزي نفسه مضطرا لتجاوز هذه المادة نتيجة للظروف الحاصلة في البلاد، وتجاوز هذه 5 الإيرادات، وأيضا تجاوز المادة القانونية التي تشير إلى أن هذا العجز يجب أن يسدد خلال السنة المالية. والآن انتقل العجز هذا إلى أصبح الآن خلال سنة 2015 يسمى تحت مسمى آخر، وهو الدين العام الغير مقنن. وهذا العجز الذي ستسجله ميزانية 2015 أيضا إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيتراكم ويصبح أيضا يضاف إلى الدين العام إن لم تستطيع الدولة تسويته خلال السنة المالية، وبذلك يكون لنا دين عام قد يفوق المعايير الدولية. لذلك
أنا أود أن نشير أيضا إلى الاحتياطي اللي وارد في التقرير 100 مليار دولار. أولا هذه المئة انخفضت الآن إلى 95، وعندما نفصل هذه 95 مليار نجد منها أن هناك احتياطي يخص غطاء العملة يتجاوز 15 مليار، وهناك مبلغ يخص المجمد في حدود 13 مليار، وهناك مبلغ غير نقدي مستخدم في المساهمات الخارجية بحوالي 10 مليار. فالاحتياطي لا نستطيع أن نتكلم عنه أنه احتياطي بكامل 100 مليار، أقل من ذلك. لهذا احنا تقديراتنا البنك المركزي، ونتمنى أن لا يستمر هذا الوضع، أنه في أقل من 4 سنوات، احنا حتى نعترض حتى على أن العملية في 4 سنوات تنفذ احتياطيات الدولة. فلهذا هذه مسؤولية الإعلام بالدرجة الأولى. الآن المصرف المركزي موجود دائما في الإعلام في 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 توضيحات وفي تصريحات وفي بيانات، وعقدنا أكثر من ورشة عمل للتوضيح للرأي العام. نطلب من الإعلام أيضا أن يولي هذه المسألة مسؤولية كبيرة جدا حتى يعي المواطن. وصلت الفكرة، وصلت الفكرة سيد العكاري. السيدة تويجر، جاء في التقرير أيضا أن انخفاض أسعار النفط أجبر الحكومة على السحب من الاحتياطي النقدي الكبير الذي تملكه البلاد. برأيك إلى أي مدى أثر تراجع إنتاج النفط في هذه الأزمة؟ أعتقد هو العامل الرئيسي حقيقة إلى جانب نقص إنتاج النفط، لأن الميزانية اللي تنفقها الحكومة مبنية على تقديرات سعر معين. مثلا إذا قدرت على 90 دولار أعتقد، والآن سعر النفط نص هذا المبلغ، معناها لو أنتجنا 100% سيترتب عنا عجز 50%، ولكن الإنتاج أيضا انخفض بنسبة كبيرة، بنسبة 70% تقريبا. فهذا بيترتب عنا أن الحكومة ستعجز عن إيجاد التدفقات النقدية اللازمة لدفع المرتبات ولدفع الدعم للوقود وللأكل ولتسيير الدولة بشكل عام، ف تضطر إلى السحب من الاحتياطي كما تحدث الإخوة من قبل. طيب سيد الغدابسي، أكد تقرير البنك الدولي أن الدينار الليبي فقد 20% من قيمته حتى الآن. برأيك هل سيؤزم تواصل الاقتتال وعدم التوصل إلى حل الأزمة السياسية من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد اليوم؟ يوجد تأثير لعدم الاستقرار على الوضع الاقتصادي في مجمله، ولكن اعتقادي أقل ما فيها من وجهة النظر الحسابية الرقمية الاقتصادية اللي خاصة بسعر الصرف وانخفاض قيمة الدينار الليبي، هي جزء منها أو جزء كبير منها يمكن معالجته عبر السياسة النقدية لمصر المركزي. وهذا اللي أنا يمكن أتعجب وأستغرب، أنه بخلاف 20% لانخفاض قيمة اللي هي يمكن تكون في معدل الأسعار الرسمية اللي تصدر عن مصر المركزي اللي يحدد بها مستوى سعر الصرف بين الدينار الليبي والعملات الأجنبية، ولكن لو أخذنا الجانب الآخر من الحياة الاقتصادية اللي هي السوق الموازي في ليبيا، اعتقادي أن انخفاض قيمة الدينار الليبي أكبر بكثير من يمكن 3 أضعاف القيمة اللي هي مسجلة رسمية. وبالتالي السياسة النقدية لمصر المركزي كنت أتوقع أن هي يعني تتدخل في الموضوع هذا من جانبين، من جانب أن سعر الصرف الرسمي، وهذا قد يكون لسياسات نقدية عامة يراها المصرف أن تخفيض القيمة ب 20%، ولكن كان المفروض تعالج الجزئية الأخرى اللي هي للسوق الموازية اللي هي تضاربت الآن، أنها وصلت مثلا في على سبيل المثال الدولار بدينار 90 قرش. وبالتالي طيب إذن هل من تأثير، المفروض أن في تحرك سريع على نعم إذن هل من تأثير لتراجع قيمة الدينار على القدرة الشرائية للمواطن؟ طبيعي جدا، خصوصا أن معظم السلع أو مستهلكات الشعب الليبي هي استيراد أو توريد من الخارج، وبالتالي إذا ارتفع سعر العملة الأجنبية حيكلف التوريد أكثر. أضيف إلى ذلك أن اعتقادي أنه هو تم تجميد حتى فتح الاعتمادات بالعملة الصعبة للأسباب اللي ذكرها الأستاذ العكاري سابقا، أن 20 مليار فتحت مقابل تحصيل ضئيل جدا من الجمارك والرسوم التابعة لها.
وبالتالي فيه تأثير كبير جدا على قدرة أو قدرة الشرائية للدينار الليبي للتضخم لاحقا في في السلع، في سعر السلع. طيب سيد العكاري، يعني في حال نفاذ الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما تداعيات ذلك على الاقتصاد؟ نحن نتمنى العالية القديرة لا نصل لهذه المرحلة الكارثية التي تتحدث عنها، ولكن هي عندما تهبط الاحتياطيات وليس نفادها، لما تهبط إلى نقطة معينة سيحدث هناك غلاء عام في كل الأشياء في 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 السلع الأساسية للمواطن، وسيكون هناك ارتفاع حاد في قيمة العملات الأجنبية أمام العملة المحلية. ولكن أنا بس عندي توضيح للسيد الغدام فيما يتعلق بالسياسة النقدية وتدخل البنك المركزي لمواجهة ضعف الدينار الليبي. نقول للأمة الليبية بالتحديد، المصرف المركزي برسائل موثقة من نهاية 2013 وهو يخاطب الجهات الرسمية في الدولة ويطالب بترشيد الاستهلاك ويطالب بالتقليل من الواردات الخارجية غير ملزمة أو الغير ضرورية نتيجة مشاكل الهلال النفطي وما تبعها الآن من انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية، ولكن لم يجد البنك المركزي أي استجابة من ذلك. فكيف للبنك المركزي الآن يتدخل في السوق السوداء ويحاول أن يضخ مبالغ يتم بها استيراد المفرقعات ويتم استيراد بها كمال السيارات والحاجات الغير ضرورية؟ هنا يجب، كما تكلمنا أكثر من مرة، يجب على المجتمع الليبي أن يعي مشكلة التي تحصل في ليبيا الآن وتأثيرها البالغ على الاقتصاد الوطني. استمرار هذا الخلاف الموجود على الأرض لن يؤدي إلى عجز اقتصادي كبير وإلى ضعف قيمة الدينار الليبي وإلى ارتفاع في الأسعار في كافة المجالات. نعم. طيب، قدر البنك الدولي سيد أتويجي أنه بسعر 65 دولارا للبرميل وبمستوى تصدير يبلغ 400 ألف برميل لليوم سيصل العجز في العام الجاري إلى 31% من الناتج المحلي الخام. برأيك هل بالإمكان تجاوز هذه النسبة من العجز؟ بالتأكيد، يعني هذا يأتي بإعادة النظر في الإنفاق. لابد أن يكون هناك برنامج أولا لإيقاف الهدر للمصروفات الزائدة واللي متمثلة في دعم السلع التي تهرب والوقود، وأيضا يعاد النظر في المرتبات، يعني ليس كقيمة للمرتبات ولكن لمن يتقاضى هذه المرتبات. فنحتاج إلى إدارة أفضل للمال العام، نحتاج إلى توعية شعبنا والتحدث معه على أن شعب واعي وقادر على فهم هذه المعادلة البسيطة، ويجب أن نستعد كلنا للتقشف وللتضحية. نعم. وضحت يعني الفكرة، ما لم نضحي هي الحقيقة مرحلة التضحيات. نعم. هي مرحلة التضحيات في كل الأوجه. نعم. إذن هي مرحلة تضحيات سيدة ويجر، وصلت الفكرة في هذه النقطة. نعم. الباحث الاقتصادي إسماعيل المحيشي اعتبر أن الانقسام السياسي صعب وضع رؤية للسياسة الاقتصادية في ليبيا. كيف يمكن سيد الغدابسي تحيد المؤسسات الاقتصادية عن الصراع الدائر حاليا في دقيقة؟ أعتقد أن الجزء الأول والمباشر جدا في التحييد هو الابتعاد عن كل المنشآت النفطية ورجوع الإنتاج إلى سابق عهده بأسرع ما يمكن أقل ما فيها لتسوية جزء من المشكلة فيما يخص القيمة، لأن احنا نتكلم على ثلث أو خمس تقريبا الإنتاج الأصلي اللي هو 1,600,000 برميل، فالرجوع من 350,000 إلى 1,600,000 إجراء فوري يجب أن ينتبه لجميع الأخوة المتصارعين أن يجب الابتعاد على كل المرافق والمناطق النفطية والأبار، وبخلاف المشاكل اللي قائمة حاليا أن تكون مناطق محايدة بالكامل. نعم. سيد العكاري، يعني دعا مصرف ليبيا المركزي لاتباع سياسة تقشفية لترشيد الإنفاق، برأيك هل يمكن لمثل هذه السياسة أن تقلل من وقع الأزمة المرتقبة التي تحدث عنها البنك الدولي أيضا في دقيقة سيد العكاري؟ بكل تأكيد، إذا تم استخدام سياسات التي طرحها البنك المركزي من إعادة النظر في الدعم السلعي ودعم المحروقات وأيضا استخدام الرقم الوطني للتقليل من فاتورة المرتبات سيكون له أيضا تأثير، أيضا تخلص
ثقافة المجتمع الليبي من أن ليبيا دولة غنية، هذه يجب أن تبعد هذه الثقافة، وإن ليبيا تكون غنية متى تمازج أو تناغمت عناصر الإنتاج في ليبيا ما بين المواطن والتحاقه بعمله وأدائه لوظيفته على الشكل المطلوب، فعلا سنكون دولة غنية. نعم. ونوفر نعم. حياة كريمة للمواطن الليبي. نعم. سيدة تويجر، بصفتك وزيرا للتخطيط سابقا، ما هي الاستراتيجية التي تقترحها لتجاوز مثل هذه الأزمة المرتقبة؟ الحقيقة هي زي ما قلت لك توا، كانت فيه بعض الإجراءات اللي بدأت بالذات في إدارة المال العام في الوزارة المالية، هناك برنامج مشترك بين وزارة المالية ووزارة والبنك الدولي لتطوير إدارة المال العام. الآن الحكومة ليست لا تتحكم بالكامل في صرف الأموال، يعني بمعنى أن هناك ازدواج في المرتبات، هناك فساد في التعاقدات، هناك عدم أولويات، هناك مشروعات ممكن تأجيلها، فهناك الكثير مما يمكن فعله بإدارة المال العام بشكل أفضل. هذه النقطة الأولى. هذه النقطة، عملية العودة إلى الإنتاج، وهذه طبعا ضرورية وقد تكون جزء من نتائج الحوار الوطني السريعة اللي يجب أن نركز عليها، لكن في نفس الوقت لابد أن نركز على جانب الطلب. نعم. لأن جانب الطلب كبير. إذا لابد من التركيز على جانب الطلب. شكرا جزيلا لك سيدة التويجر. سيد العكاري، ما هي السياسة التي سيتبعها مصرف ليبيا المركزي بعد هذا التحذير؟ طبعا مصرف ليبيا المركزي أخرج أكثر من بيان يحذر فيه من استمرار هذه المبالغة في الانفاق الحكومي، وإذا لم يجد استشارة للبنك المركزي قرارات التي لا يعلن عنها في الوقت الحاضر. نعم، شكرا جزيلا لك. وبذا مشاهدينا نصل إلى نهاية ختام هذا البرنامج. أشكر عبر الهاتف من طرابلس المتحدث باسم مصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس المهندس ووزير التخطيط السابق عيسى التويجر، وأيضا المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.